ودي كانز فرير مرحبا بك ساعة وري اخوي حد حكيت معك جيت الحبس ولي هذا حكيت معك خالص مرحبا نسهر الليلة قلت نسهر ونسهر ديما نسهر انا اسمعني وين بالرسمي ومش نسهر ساعة الليل والله اليوم بس في الدار معناها كي زين قال في الدار والله في الدار عواشر ايه علي اه فرير اخر مرة وقت في محكمة بن عروس داخلين قلت لك اخر كلمة قلت لي هذه تيست للقضاء تيست بيرسونيل تحب تشوف القضاء في تونس تستيت و... وكانت الحكايه كيما في مخي معني فهمتني كانت لي بالرسمي معني بار حتى مشكلتي انا من الاخر ما مش لغه خشبيه بار حتى مشكلتي انا القضاء ظلم برشا عباد في تونس فهمتني لازم يتصلح برشا ناس محكومه باحكام ردعيه معناها بار اكزومبل انك وقفت قدام رئيس على غنية عطاني عامين فهمت برشا حاجات فهمت فزيت في الحبس معني وتت الفرصه المره هذه باش قابلت برشا ناس حكيت معاهم فهمت لقيت برشا ناس جايين للحبس معناها ما نعرفش على حاجه ممكن تكون نتاع شهرين حبس لقى محكوم بعام وبعامين فهمتني مشكله كبيره معناها في القضاء التونسي لازم برشا حاجات تتبدل فهمت علي انا جوست جو في اوفغيغ لي بارونتيز على حاجه من بعد نرجعوا لصلب الموضوع سمعني باش نرجعك الحكايه قديمه 8 شهور اللي عديتهم على الزطل باهي خرجت كي خرجت بعقليه اخرى بفكره اخرى فيزيون اخرى اسكو اليوم كي خرجت ولو انها مش نفس المده ومش نفس السبب اسكو خرج عليه واحد اخر معناه بلو بوزيتيف والا خرج بنفس العقليه نتاع الخرجه الاولانيه والا ما نعرفش انت عندك توا تي بونس على كلك شوز اللي احنا ما جاتناش على بالنا ديما بوزيتيف واحد ديما حتى كان حاجه تجي نيجاتيف ديما يحاول يكونفرتيها للبوزيتيف مش هذيك هي المشكله المشكله اللي بون ممكن المره الاولى خرجت ان ندافع على حاجه معينه فهمت خاطر عشتها المره هذه لقيت روحي بالرسمي معناها لقيت روحي ملزوم باش نكون بورت بارول نتاع عباد مطيشه في الحبس فهمتني فيهم برشا باطل فيهم ناس ما عملتش فيهم ناس عملت مي احكام كبيره بارابور اللي عملوه فهمت لازم الحكايه هذه تتبدل معناها في اقرب الاجيال في تونس على خاطر بالرسمي العباد فدت والحبوسات تملات من الاخر عليه فما برشا ديرابور اعتبروا اللي تيتر بوليسيه كليب نقطه تحول في المسيره نتاع الراب التونسي دونك بالنسبه لي انا نسالك عليه شنو تبدل معناتها ما بين قبل البوليسيه كليب ومن بعد البوليسيه كليب ومن بعد الفتره اللي عديتها في الحبس شنو اللي مشيت تبدل في راب عليه ما مشيت تبدل حتى شيء انا نفس الكونسيبت معناها ممكن في الراب نتاعي انسان مونفوتيست وما على باليش من الحاجه اللي باش بدل ماهيش في الراب معناها حتى في كل شيء هذه مشكله نتاع حريه التعبير ماهيش مشكله راب فهمتني حتى في الصحافه حتى خويا لازم انسان كي يكتب تو يكتب مرتاح معناها مش يكتب ويقول زعما هذه تزني الحبس زعما هذه تعرضني للمشاكل لازم انسان تو ما نعرفش يتلهاو بالحاجات بالرسمي بالارهاب اللي بالرسمي موجود يتلهاو بالمشاكل الصحيحه مش يغطيو المشاكل اللي موجوده بحكايه فارغه معناها نغزلها كيكه معناها شنو شاد صحافي ولا شاد رابور على غنايه فهمتني ومسيب عباد ما نعرفش تحرق وعباد تتهدد في البلاد وجبولات ولغه كيما هكاك ممكن العشرين اليوم هذوما تعبوني اكثر مش 8 شهور اللي عديتهم الاولانيين على خاطر ما كان حتى شيء واضح فهمتني ما نعرفش على روحي مروح باش نقعد باش نضرب عامين حبس بالرسمي ليه ما نعرف حتى شيء فهمتني توا ممكن مازلت سوشوك من الحكايه فهمت واحد يروح ويحس روحه بالرسمي يروح كوكي انا جوست نحب نتذكر مع علي حكايه خاطر 11 مارس صورنا مع بعضنا في كرهبه وقتها اول سيتي لا بروميير انترفيو بعد ما خرجت برقيه التفتيش في الديسكور نتاع علي وقتها علي كان واضح وقال اللي ما فهمش علاش باش يعتذر واللي هو معناتها الميساج سيتي ادريسي المجموعه معينه من الشرطه مش الشرطه الكل دونك ما بين الميساج هذاك اللي تعدى عليه وتذكروا بالكدا لليوم باللي صار شنو نفس الحكايه نفس الحكايه خاطر ملمان معناها كيما نقولوا الغنيه مشات بكونسيبت المجرب تهمز ومرافقه في بلاصه فما البي والخايب معناها حتى في عائله تلقى الزخوات تلقى واحد بي وواحد خايب فهمت الحكايه هذيك كانت معناها الناس معينه فهمت بار كونتر فما ناس اخرين فهموها بالغلط حتى معناها ناس شرفاء ممكن فهموها بالغلط ما عندي كونترهم حتى شيء انا الاغنيه حكيت هذيك معناها مشات السنه البوليسيه والقضاة اللي ظلموا فهمتني اللي هزوا عباد باطل الحبس ما نكذبش عليك معناها كيما قلت لك مانيش نحكي في لغه خشبيه جوست راهو بالرسمي معناها حبيت حاجه تتصلح معناها صافي مالو كور انا كي نشوف دي جون محطمين انا في الحبس جره قوانين ديبيل كيما قانون الاستهلاك وسافوار الانسان هذاك شنو هي المونتال نتاعو باش يولي وبيت مسكره وسلب حريه معناها الحكايه فارغه فهمت
من الاخر. انا اخر سؤال برشا عبيد حكاو بمنطق انه بعد الحكايه هذه يمكن عليه وغير عليه ولي رابور ولي زارتيست بصفه عامه مشي تكبسوا عليه تكبس اليوم ولا لا؟ لا ما عارفش انت كبس. باهي حبيت جيت انا نقول لك حاجه برك ساعه نعاود نقول لك مبروك خاطر قريب ما طول الموند ايتي سي كونت. منين خرجت ساعه خاطر ما رينكش حتى منين خرجت؟ نلقاوك قدام الباب. هو نورمالمون نخرج في الليل مأخر ما نعرفش معناها ممكن عملوا معايا شيء. انا بالمناسبه هذه مش نعطي سكوب ومش نحكي حكايه ومتحمل مسؤوليتها. تفضل. انا على مسؤوليتي نحب نشكر وليد زروق كاتب عام محلي نقابه السجون والسلاح اللي هو كنت معاه بالتليفون من قبيله واللي هو قام بمجهودات واتصل برشا عباد باش ما يصيرش تعطيل في حكايه خروج عليه ومزالك ونتحملها مره اخرى. نقول اللي وليد مزالك كلمني قال نص ساعه اخرى ويخرج عليه ايفيكتيفمون تعرف بالكدا كوكي اللي بعد بنص ساعه على يخرج. اكزاكتومون اكزاكتومون. باهي عليه اسمعني طيلة البريود اللي انت كنت فيها لي 20 جور اللي عديتهم داغيغ لي بارو فما برشا ناس مواطنين دي سيتويان رابوريت دي زارتيست دي بلوغور. امين امتراوي من نوات العبد لله ما نحكيش على روحنا بيان سور حتى حد ما عنده حتى مزيه. اما انت شني اسكو ديجا كانوا واصلينك ليزيكو اللي ثم برشا قاعدين سيبورتي فيك وفي القضيه نتاعك وشني الميساج اللي تحب توصله لهم بالرسمي؟ في انا ممكن صارت لي في مشكله معناها توا في حياتي وكما نقولوا محطه واحد في حياته دخل الحبس وتعدى منها. مي في لي 20 جور هذوكم الحاجه اللي صبرتني اللي كان حل جريده ولا حل تلفزه نتفرج ما نلقاش روحي وحدي نلقى روحي انطوري بعباد وممكن ما حسبونيش كوم ارتيست حسبوني كاخوهم طايش في الحبس. بالرسمي العباد هذوما الكل اللي ماذا بيا نذكر اساميهم واحد واحد فهمت مي جوست ماك تعرف واحد مازال خرج من الحبس وترود ميموار وبرشا حكايات. بالرسمي الناس الكل اللي وقفوا معايا يعطيهم الصحه وما نعرفش انا باش نجم نقول لهم على الاخر معناها كامل يعطيهم الصحه على الاخر. ما توقعتش بالرسمي ما توقعتش اللي برشا ناس باش تقف معايا كيكا كسوا ناس نعرفهم وناس ما نعرفهمش واصحابي وغير اصحابي. بالرسمي يعطيهم الصحة وريسبي ريسبي على الاخر. وذي الكل معناه مش الود الكنز بركة ذي الكل يوري اللي نحنا نحاربوا على حاجة بركة اللي هي البلاد واللي هي باش ناخذوا فيها حقنا وحرية التعبير في البلاد هذيا اللي هذيا بالرسمي هذيا البوان البوان كوما بين الناس الكل فهمت. الحمد لله يا ربي اللي كيتيح عبد يلقى برشا ناس معاه معناه هذيك الحاجة اللي يقول المحامي زاد غازي مرابط وثامر زاد اللي عمل الكوميتي دو سوتيان والاسامي الكل والمحامين اللي ما في باليش بيهم ال 12 لقيتهم في الجلسه بالرسمي يعطيهم الصحه. معناها انا غزرت في الجلسه غزرت لقيت محامين في بالي عندي هذوك هما المحامين تاعي والاخرين نتاع العباد لقيت بالرسمي كانت لي شوك. والناس زاد اللي في الحبس اللي حسوني معناها حتى كي جيت الحبس جيت خاطر حكيت حاجه تخصهم وحاجه تحكي عليهم معناها كانوا معايا الناس بالرسمي يتعاملوا معايا بفاصون ياسر مزيانه بالرسمي على الاخر. خاطر كي استنفنا استنيت كاي عبد على خاطر ماشي مشكله ذي حكايه الاستئناف في تونس خاطر فما ناس عندها 6 شهور وما حضرش الاستئناف نتاعهم معناها فهمت. وحاجه خايبه على الاخر عليه كيما تزرب لي انا معناها كيما تزرب لي انا وجاني استئناف معناها في 10 ايام علاش ما تكونش الحكايه الكل ذي على الناس الكل معناها فهمتني. علاش ناس تقعد السنه 6 شهور في استئناف هو محكوم باربع شهور ويطلع بعد 4 شهور ياخذ عدم سماح الدعوه يلقى روحه معدي 4 شهور باطل معناه في الحبس. مشكله ذي معناه بالرسمي لازم محكمه الاستئناف زاد كان يلزم يحلوا محكمه اخرى نتاع استئناف في تونس كان ثم معناه ضغط ولا مومبر كبير خاطر مساس في با معناه ناس تقعد السنه ب 6 و7 شهور في استئناف هذه حاجه ماهيش عاديه معناها مش قاعد يحكي عليها حتى حد الحكايه هذيا. عليه فما حاجه اخرى غازي مرابط مش راضي بحكم الاستئناف اللي هو 6 اشهر مع تاجيل التنفيذ ويقول انه مش يلتجا للتعقيب بعد ما يتشاور معك. بالضبط دونك هاني انا مش نتشاور معك قبل والله غازي. يا باش نقول خلي يسمعنا غازي هو انا قادم. انا حتى كي حضرت وتعديت الحبس ديما عندي كونفيونس في غازي فهمتني معناها نمشي ياسر بالرسمي خاطر خدمته محامي هذاك معناها وقف معايا وقفه كبيره ويعرف زاد مصلحتي وين فهمت. اذا غازي قال لي باش نحضر معاه يعني داكور تنكيت با حاجه ما قلتي هو كتبها الاغنيه راه ما حبش يجلس حتى زي كمل المشكله عم صب قهوه توا يقول لي ان شاء الله بدايه به ان شاء الله بدايه به وكاو سلام عليك اليوم خرج با به ان شاء الله الشباب الكل يولي عنده الحريه باش يغني ويتكلم ويعبر وكا عم صابر فرحان اليوم اللي ولدك خرج والا
ما ستة شهور سورسي ماكش راضي. علاش نقول لك انا مانيش فرحان به من ستة شهور؟ علاش؟ خاطر اذا كان خذاه هو ستة شهور معناتها ثم مشكله موجوده. مشكله اكزيست. بون احنا بالنسبه لعلي هو فرد من مجموعه هكا ولا هنا ثم ناس اخرين يخموا فكره يقول لك السيد هذا خرج وثم بوليسيه توا براتيكمون شفت انا في الانترنت قال لك احنا باش نعاودوا نشكيو وباش نوليو هذا شو اسمه الحفلات نتاع الراب ما عادش نكوفريوهم وما عادش نحميوهم. هنا ثم اشكال لازم باش يتحل. كيفاش الاشكال هذا لازم باش يتحل؟ لازم تتقابل الناس وتجي على كلمه واحده. انا توا البوليسيه انا قلت كان البوليسيه مش كلهم خايبين، ثم نسبه صغيره منهم خايبه. ماذا بينا النسبة الصغيرة ما تغلبش النسبة الكبيرة وكاو